الكلمة ليك. الكلمة ليكم في الشارع التونسي 71725 نف. نحكيو على السرعة عند الأطفال، فاش يتمثل، كيفاش نجمو نفيقو بيه، شنو ما الأعراض متاعو، شنو ما الأسباب متاعو خاصة، وكيفاش يتم علاجه. هذه كل أسئلة باش تجاوبنا عليها الدكتورة إلهام بن يوسف التركي، رئيس قسم أمراض أعصاب الأطفال بمعهد منجي حميدة لأطفال الأعصاب بتونس، وأستاذة في طب الأعصاب بكلية الطب بتونس. أهلا وسهلا بيك أستاذة والدكتورة إلهام. صباح الخير، شكرا على الاستضافة، وصباح الخير لكل مستمعي إكسبريس إف إم. يعيشك يا لالا. ألوغ اليوم وقت اللي نحكيو على الصرع عند الصغيرات، اليوم السؤال الأول اللي نجمو نطرحوه هما شكون هم الأطفال اللي هما سوجي له المرض هذايا؟ هل نحكيو اليوم على عمر معين أم نجمو نحكيو على صرع من اللي نحكيو على دي بي بي إلى أعمار متقدمة؟ شكرا. هو به الاستضافه هذه والدعوه، خاطر هو الجمعه هذه هي نحتفلوا بال ديما في اول ثاني سنين من كل شهر فيفري، كل عام في شهر فيفري نحتفلوا باليوم العالمي ضد الصرع. دونك يعطيكم الصحه في على الدعوه هذه. دونك افكتيفمون هي المرض الصرع هو ثاني مرض مزمن من ناحيه الامراض الاعصاب بعد الشقيقه، معناتها ثم موجود بكثره. يعني باللي شيف قداش؟ المنظمه العالميه للصحه دونك لو ام اس تقول اللي 50 مليون شخص في العالم يعيشوا بالمرض هذايا. واضح. اما الحاجه اللي معناتها اللي نعرفوها اللي هو اللي يمس اكثر الصغار قبل 10 سنين. معناتها من الولاده حتى ال 10 سنين 50% تاع المرضى بالاعصاب بالمرض الصرع هما عندهم اقل من 10 سنين. واضح. دونك هذه من ناحيه الارقام والفئه العمريه. يعني دونك اليوم بالنسبه للي بيبي من اللي يتولدوا، يعني فينا المصايرات من اللي يتولدوا حتى ال 10 سنين ينجموا يكونوا معناتها تنجم تقع عليهم الاعراض نتاع مرض الصرع. الاعراض هذه فاش تتمثل جوستومون دكتورة؟ هو اون فيت لازم واحد يفرق ما بين نوبة الصرع هي لا كريز ديبيليبسي ومرض الصرع. نوبة الصرع هي حالة تجي صدفة، معناتها ما نجموش نتوقعوها عند عبد، تنجم يكون واحد يفقد الوعي ولا ما يفقدش الوعي، نجم يكون معناتها تجي وهو ماهوش فاقد الوعي، مش الناس الكل معناتها الدوخة هي مرض الصرع، هي نوبة الصرع. نجم يكون العبد واعي وإلا دايخ. واضح. والنوعية متكسرة برشا برشا برشا، معناتها تنجم تكون أكثرها هي حركات. دونك أما كبسة ولا خضة ولا خضات على بعضهم، ساعات تجي حتى تنميرة في الوجه، تنجم تكون تكميشة في الوجه، رفة العين، أنواع متكسرة برشا، خاطر أنت وين باش تبدا هي شنو، فما شحنة زايدة في المخ دونك أن إكسي دو كورون إلكتريك اللي هو يخلي أكل تغطي هذيك في القشره نتاع المخ باش تخدم اكثر، دونك باش تعطيك حاجه اللي مش متوقع. واضح. اما الحاله هذه هي ديما ما تدومش برشا، راهي تدوم ثواني حتى دقائق، معناتها كيلكو سكوند كيلكو مينوت. وتنجم ما تفيقش بها؟ منها وقت اللي تتعاود. كي تتعاود هي ما بيدها وقتها هذيك تولي معناتها ثم مرض الصرع. دونك لازم تتعاود مرتين وفوق المرتين. باهي خلينا لهنا باش نوضحوا النقطة هذه يا دكتورة إلهام. يعني تنجم تكون هنالك نوبات للصرع ولكن تصير مرة وإلا مرتين اسباسي دون لو تون، ما يتسماش فوالا ما يتسماش دونك مرض، وإنما وقت اللي تولي ريبيتيتيف يعني تتعاود الفريكونس نتاعها قداش؟ ألوغ هو لا ديفينيسيون يقول لك يلزمها تتعاود أكثر من مرتين ما بيناتهم 24 ساعة، بلو دو دو كريز سيباري با 24 ساعة. وقتها نحكيو على مرض، معناتها كانت معناتها عندنا نوبة فرد نهار مرتين هذيك تسمى واحدة برك، أما كانت تتعمل اليوم وتتعاود غدوة هذيك تسمى راهي مرض الصرع. وقتها يوليو نحكيو على مرض الصرع ومش نوبات. هو مرض مزمن ويلزمو دواء ويلزمو علاج اكسترا. باهي دونك لهنا بالنسبة للي يسمعوا فينا بوتيتر كو عاشوا هالنوبات هذيا وماهمش متأكدين أنه صغارهم عندهم المرض هذايا وإلا لا، بشنو نجموا ننصحوهم؟ خاطر بوتيتر كو تنجم حتى أنت كولي وإلا حتى صغير ما يفيقش بالنوبات هذي، كما قلت أنت تنجم تكون جست رفة في العين، تنجم تكون أي حاجة ولكن تتعاود، دونك كيفاش نجموا نفيقوا بهم وشنو هما لي بريكوسيون اللي زلنا ناخذوهم؟
هو سي كيستيون تري تري امبورطانت خاطر مش كل تحريك سورتو عند الصغار لي بيبي معناتها الصغيرات يتحركوا في النوم يتحركوا حتى هكا بدايتهم داو يتحركوا صحيح معناتها هذيك مش كل تحريكه راهي نوبه ما تخافوش معناتها لا هما حاجه هي ولا معناتها الحاجه اللي واحد لازم يثبت فيها اللي هي تجي صدفه صغير يبدا يلعب على روح ولا يبدا ياكل على روح ولا هو يحط المغرفه في فمه ولا يبدا منا في دينامو حاجه اللي راها اللي حاجه بروتال معناتها تجي انكونترولي اتوندو ماهيش في بوقتها ماهيش في وقتها تجي دونك هذه سي تري امبورطون معناتها لو كاركتير بروتال و لا دوزيام شوز هي اللي تتعاود واضح خاطر وحده ما تخوفش ما كما كانت تعاودت اليوم وتعاودت غدوه فرد وقت مش فرد معناتها فرد كيف كيف ومش فرد معناتها في وقت احنا ما نستناوهوش هذيك ردوا بينا زاد نوعيه تاع الواحد كما قلت لك هو خضه معناتها سي دي كلوني معناتها تبدا اليد تبدا ترعش هكا دو 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 بوندون كيلك سكوند وتمشي على روحها ولا تجي قفزه صغيره هكا ولا رفه العين تتعاود مش هذاك الرفه اللي عندنا الناس كل عينهم ترفض بالطبيعه اما اذا فريمون تتعاود ومن غدوه تتعاود ولا جمعه بعد تتعاود دونك فما لو كاركتير بروتال تجي في وقت مش معين ما نستناوش وتتعاود ريبيتيتيف دونك تفجع اون فيت كونت خاطر هي تولي حتى الاولياء يقول لك شنو الحكايه هذه مش متفانس يعني تولي تلاحظها كل نعم وكل شيء معناتها كل تحريك عند صغيره يعني لهنا دكتوره انا ما نتون ردوا بالنا يعني دكتوره خاطر واحد ماذا بيه يمشي للطبيب ويسال خي ما يقعد في الدار يقول ما عندي شيء فوالا دونك تولي الحاجه تتلاحظ اذا كانت عاودت راك باش تلاحظها صحيح. بالكاركتير اللي فيها هذوما ولي كاركتيرستيك اللي انت حكيت عليهم راك باش تولي تلاحظها وتحس اللي فما حاجه ماهيش عاديه دونك ماهيش حاجه صحيح. عاديه فوالا بالنسبه هذوما دونك للاعراض كما قلنا الاسباب نتاع المرض هذايا دكتوره صحيح الاسباب عندهم قيمه خاطر هذوما بعد باش نحكيو بعد على الوقايه بالضبط دونك الاسباب هو سورتو عند الصغار معناتها كنشوفوا لي ستاتستيك هو اول حاجه هو صدمه الراس معناتها لي تروماتيزم كرانيان اما فما حواس طرقات برشا صغار يشقوا الكياس ولا يطيحوا من يدين امهم دونك فما حوادث طرقات والحوادث برشا المنزليه نردوا بالنا من الصغار اللي يطيح عليهم تلفزه اللي يطيح عليهم بسم الله خزينه هذيك ولا يطيحوا من يدين انا ريت برشا اولياء يعطيوا البيبي الخوهم صغير ولا اختهم صغيره عمرها 3-4 سنين او نعطيو في يديهم ان بيبي اللي عمره شهر شهرين ما ينجمش يشدوا يتحرك خاطر صغير صحيح دونك يتيح من يديه دونك هذيك تري امبورتون هو صدمه الراس هذه معناتها الكوز الاولى لا بروميير كوز الحاجه الثانيه هما التشوهات الخلقيه معناتها المالفورماسيون سيريبرال هذيك مالوغوزمون ما عندنا ما نعملوا لهم هذيكم يظهروا في اليرام اكسيتيرا الامراض المعديه لي مالادي انفيكسيوز سورتو لانسيفاليت اللي معناتها الانفيكسيون اللي تمس المخ ولا المينانجيت كي سو كومبليك بعد اون انسيفاليت لان ابسي حاجه تولي عندها ابسي في المخ معناتها لا يقدر الصغير ولا اللي اكبر شوي فما زادا جلطه دماغيه تنجم تجي عند الصغار بيان سور الورم لي تيومور سيريبرال تسمم كيما لي زانتوكسيكاسيون الوكسيك سكون ابل لي زانتوكسيكاسيون اوكسيكربوني معناتها تاع الكانون اللي يبداو يسخنوا بالكانون ردوا بينهم راهو هذوكم ينجموا معناتها يكونوا خطيرين ديجا على حيط العبد وينجموا يعملوا بعد مرض السرطان. وساعات فما اللي نقولوا مش برشا هما الاسباب الوراثيه امراض في الجينات. واضح. مش برشا راهو ماهوش برسنتاج قليل يعني. ان نومبر ولا اون فريكونس امبورتونت. دونك هذوما باغ اوردر دو فريكونس هذوما هما اللي نجموا واضح دونك هذوما الاسباب كما قلت انت بالنسبه للتشوهات لازم يعرفوا معناتها لا بليبار عندنا 60 و70% اللي ما فماش سبب وكيما نلقاوش سبب يكون معناتها البرونوستيك خير معناتها السبب الوحيد اللي هو المخ صغير وقاعد ينمو في لو ديفلوبمون معناتها مازال لي سيلول سون با ماتور لا ميلين هذيك القشره اللي كومون دي البروتيج معناتها لو نورون هذيك مازالت ماهيش قويه دونك فما ساعات ان اكسي دو كورون دونك هذوك اكثر حالات راهو ساعات با دو كوز لا كوز سي جوست العمر واضح هذه سي سا بو اتر امبورتون سافوار العمر دونك من بعد وقت اللي يكتمل النمو تولي
تتنحى ترجع لبيتنا يرجع العادي لصفته العاديه. بالنسبه للمسببات انت حكيت جوستومون من بين الاسباب التشوهات الخلقيه وقلت نجموا نعرفوا هذايا باليغام هذايا يتعرف. هل من الممكن معناتها انه يكون ديتكتي ملي البيبي في كرش امه والا ما نجموا نعرفوا كان من بعد؟ لا كرش امه لا اموان كو الكرش امه مش نجموا نعرفوا بالليكوغرافي فيتال ولا اليغام فيتال اللي يعملوها توا برشا معناتها الحاملات. صحيح. هو باش نشوفها مش تشوه خلقي معناتها اللي هذاك نهار اخر كان فما قشره المخ ليس باغ اكزومبل كون ابيل لا ليس انسيفالي هذيك ديجا تظهر من الوقت ديجا الحمل. واضح. ما فهم بيه اما كان التروماتيزم باغ اكزومبل هذيك بالطبيعه هذيك من بعد صدمه في المخ فما حاجات مش يظهروا بعد معناتها. واضح واضح. دونك هذه بالنسبه للاسباب. بالنسبه للعلاج اليوم مدام الهام دكتوره هل معناتها فتره العلاج كلفته؟ هو اول حاجه هو قبل ما نعالجه لازمنا نثبتوا اللي هو مرض الصرع وهذيك راهي نوبه الصرع. دونك ما نرضوا ما ندخلوش طول كل تحريكه اعطي دواء تاع الصرع. هذه نكون بروميي ميساج سي كو نثبتوا قبل نثبتوا عند شكون؟ طبيب العائله بعد طبيب طب الاطفال طب الاعصاب طب اعصاب الاطفال دونك نثبتوا بالكدا ما نزربوش. علاش ما نزربوش؟ خاطر راهو كيفاش نعطيو الدواء هذايا اللي هو وقايه هو باش يخلي لكن نوبة الصرع ما تجيش، راهو باش نعطيو دواء 5 سنين. هذاك كل دواء ما فماش دواء ما عندوش مضرات معناتها ديزيفي انديزيرال. دونك هذاك علاش نثبتوا قبل، راهي النوبة ما تقلقش، تقدرش تقلق منها بروحك تتعاود. هذيك دونك أول حاجة هي تشخيص ثابت معناتها. واضح. بعد باش نعملوا لي رام، التخطيط على الدماغ يعاون. الرنين دونك لي رام سيريبرال وساعات ثم تشخيصات اخرين بيولوجيه هذيك انت والصدر. باهي. اول دونك هذيك عملنا تشخيص، نوصلوا للعلاج. دونك فما حاجتين، نعالجوا الساعه النوبه، كي تجينا النوبه واحنا في الدار، اش نعملوا؟ كيفاش؟ ما عندناش دواء، اسكو نهزوا للطبيب، اسكو نهزوا للاستعجالي ولا لا؟ النوبة راهي هي ما تخوفش خاطر باش كيما قلت لكم باش تدوم دقيقة ولا دقيقتين ثواني حتى أقل دي سكوند. دونك هذه شيء سيرتو ما يلزمناش نعملوا، ما يلزمناش نربطوا كل صغير ولا اللي أكبر، ما يلزمناش نحطوا دينا في فمه. ما نجموش ما لازمناش سيرتو كي يبدا دايق معناتها فاقد الوعي ما لازمناش نشربوا الماء. جوست شي لازمنا نعملوا له، نبعدوا له الحاجات اللي نجم لا يقدر كان فما هكا باش يتحرك ولا حاجة يضرب شي يده. ونجم قادر تصير له معناتها تروماتيزم. دونك جوست مثلا نخليو نحلو شبابك باش فما شوي اوكسجين نبعدو عليه نحلو له شويه معناتها الحوايج نتاعو ونخليه تتعدى تعديت شكل اكل خضه هذيك اكثر حاجات هي ديما دي فينومين موتور معناتها ديما خضه معناتها ساعات كبسه اكسترا تعديتش هذيك حطو على جنب اليمين حتى يفيق ما فيقش دراج درجين وقت نهزو للاستعجال. واضح. دونك معناتها مش لازم وقتاش لازم نوصلوا للدواء وللاستعجالي وقت اللي تدوم برشا. بيان سور كان النوبه صارت في الاستعجالي باش نعطيوه الدواء معناتها مانيش نخليه نغدروا له هكاك. بالطبيعه. اما في حالات برشا دونك ما تخافوش راي هي راي ما تخوفش اما كي تطويل كيما العبد ما يفيقش وقتها تخوف خاطر وقتها بالك شي فما حاجات صاروا في المخ. يعني هذه النوبه. كي تطويل جست سكوندا مدام. النوبه وقتها يلزمنا ناخذوا الدواء الوقايه باش ما تتعودش. هما اكثر دويات اللي تعطاو بالفم انت والنوع من النوبه خاطر كل دواء عنده معناتها لي زانديكاسيون. وكهو فما بعد فما اون سيرفيونس معناتها باش لازم نرجع للطبيب. حاجه امبورتون سي كو اون فوا عطينا الدواء يلزم الدواء يتعطى بانتظام. معناتها ما يلزمش نهار ناخذه نهار لا ونسمعوا الجاره قالت احنا يجيونا برشا هاو قال الدواء هذايا راهو يخوف راهو دواء ناس تخاف من دواء العصا. صحيح. اما ما يلزمش نخافوا منه راهو كيما اي دواء كي تعطاه معناتها ما تعطاه طبيب وفما بعد دي زيليمون دو سيرفيونس معناتها باش نعملوا تحليل دم اكسترا ما عنده حتى خطر معناتها هذه نجموا ناكدوا عليها. يعني اليوم وقت اللي نحكيو على الدوايات اول حاجه هو يلزم الانتظام اون فوا بديت يلزمك تكمل بانتظام تحترم الدوزاج وتحترم معناتها بيان سور الاوقات اللي باش تعطي فيهم الدواء وما تقصش عليه اذا فما دي كونتر انديكاسيون واذا فما بلوتو دي زيفي انديزيرابل كيما نقولوا احنا هذوكم ترجع اوتوماتيكمون للطبيب المباشر نتاعك باش يعرف شنو القرار اللي يتخذه ولكن اون اوكان كا ما تقص على الدواء اذا كان بديت فيه. هذه حاجه.
دونك بالنسبه لي النوبات انت قلت اذا كان طويل وقتها نهزوا للاورجنس، يعني اذا كان فاتوا قداش وقت؟ فوالا هذه سي تري امبورطون خاطر فما دي ديفينيسيون سكون ابل لي تادما لي بيليبتيك معناتها توا يقول لك خاطر انت والنوع نتاع النوبه النوبه الكبيره اللي تجي البدن الكل معناتها العبد يفقد الوعي ويخض بدن يتكبس ويتخنق يزريق وعنده كيما الخضه معناتها هكا معناتها يخض يديه وسقيه ويخرجوا له كشكش من فمه ولا يقدروا ينجم يعضل فينه هذيك النوبه الكبيره هي اللي تخوف اكثر هذيك يقول لك ان تدوم اكثر من 5 دقائق هذيك راهو يلزمها هو ليديال كي تبدا امشي للاورجونس خاطر 5 دقائق سي تري رابيد ما لبست الحوايج ولا ديجا وصلنا 5 دقائق دونك الكريز الكبيره لا كريز جينيراليزي هذه تونيكو كلونيك يفو ميو الي ديريكتومون ا لوبيتال او زورجونس معناتها ما نستناوش علاش خاطر تفوت 5 دقائق فما خطر للصغير وحتى لاكبر كي تبدا او كونتخيغ اون تريت فوكال معناتها جوست تاك الفم يتحرك شويه العين ترف الشفر العين واحد ترف اليد تتحرك شويه هذيك ما تخوفش برشا هذيك تخوف كي تتعاود برشا مرات على بعضها كيما قلنا وقتها تعلم الطبيب وتهز ولدك لليوم تمشي للتعجيني واضح واضح سينو بالنسبه للوقايه مدام الهام مش الوقايه النصائح. اكثر حاجه هي بيان سور ماذا بينا ساعه الوقايه على ليكوز هذوك اللي حكينا عليهم بالطبيعه نردوا بالنا باش من الصغير ما يتيحش انه ما نخليوش يشق الكيس وحده نردوا بالنا من السخانه معناتها تنجم تعمل مناجي المخ ما يحبش السخانه معناتها دونك ديكو عندنا ان بروبليم معناتها خاطر صغار ما تعرف بالفاكسان يسخنوا بالجريب يسخنوا انجين اكسترا دونك ديما ماذا بينا حتى قبل ما نمشيو للبيدياتر ونمشيو نشوفوا سبب السخانه ونداويوها ديجا نعطيو دي تاع السخانه فوالا هذيك اهم حاجه دونك سي دي جيست تري سامبل دونك لي كوز اللي نجموا معناتها نبعدوا منهم اللي ما نجموش معناتها ورم ما تنجمش تعمل وقايه الورم انت والسبب معناتها هذه حاجه السخانه الدواء لازمنا ناخذه بصفه منتظمه هذه خاطر كي ما تاخذش الدواء بصفه منتظمه ايش يصير؟ البدن مش يستانس به يولي دواء ما عادش عارف مفعوله. واضح. دونك وكل انت تنحي الدواء والكريز تجي تعطي الدواء تتنحى الكريز. وش يصير هو في كي تفمك البقعه اللي في المخ اللي فيها طاقه زايده باش تعمل العروق معناتها. دونك العروق هذوك دي سيركوي كي سون باثولوجيك معناتها يضروا. دونك هذاك علاش سي تري امبورطون لا بريز ريغولير دو تريتمون يلزم الدواء يتعطى بصفه منتظمه وي فوا فوا عندك مشكله تحكي مع طبيبك معناتها الطبيب المباشر هاو هكا ما يسالش معناتها دايوغ احنا في الكونسلتاسيون عندنا 50% تشخيص و 50% نحكيو مع المريض ولي بارون خاطر يخافوا راهو المرض الصرع ديما يحسبوه معناتها يتخيلوه مرض نتاع جنون وتوا يقول لك حطوا له مفتاح في يده والكل هذا سي با نو سي با بوسيبل دونك لازم احنا نحكيو معاهم نقولوا 60 اكثر نقولوا حتى 70% راهو صغير يعيش عادي كي الناس الكل يعمل سبور على روحه اي حاجه يقرا على روحه دي زونسيون معناتها دي شيرشور كي سون معناتها كي عملوا ايبيليبسي وعاشوا بيدي عندك ساعات كي تبدا فما سبب اللي مزمن كيما لا ورم هذيك حاجة أخرى ينجم يقل أما 70-80% العبد راهو يعيش عادي خاطر ما عندوش سبب جوست سبب العمر جوستومون سي امبورتون السؤال الأخير هو الصغار اللي ينجموا يكون عندهم مرض الصرع أكيلاج ينجم يتنحى ما نعرفش اسكو يتنحى ولا باش يقعد يرافقهم حياتهم الكل اي الوغ هو اللي يقولوا معناتها لي ريكومونداسيون انترناسيونال هو يقول لك وقت العبد شخصنا له الصرع وعطيناه الدواء 5 سنين نورمالمون اللي نقولوا احنا اللي 5 سنين تاخذ دواء بعد اخر كريز معناتها نحسبوا اخر نوبه ونحسبوا 5 سنين نحيوا الدواء تدريجيا ما لازموش نحيوا فيسا بالطريب بالطريب هذاك تسمى وكان يقعد العبد بعد ما خذاك الدواء 5 سنين 5 سنين لاباس عليه معناتها راهو برا واضح واضح دونك هذاك يتسمى برا واضح شكرا ليك فما حالتين جوست ساعات المكتب فما كمان اني فورا في على الانتيغراسيون سكولير انا جو بونس فما كيلكو كا كي بوز بروبليم تاع صعوبات التعلم صحيح مي كان نعرفوا كيفاش نسيروا معاهم احنا يلزمنا نخدموا مع وزاره التربيه على ليدوكاسيون على ليكول اي شنو نعملوا لهم وقت تجيهم نوبه في المكتب خاطر برشا يقراوا
وشنو في الحالات الصعبه وخيفه من صعوبه التعلم شو لازمنا نعمل. هذه لازمنا نخدموا عليها وان شاء الله تكون ان شاء الله ان شاء الله اون اسبير ان توكا. يعطيك الصحه وشكرا ليك دكتوره الهم بن يوسف تركي على كل هذه التوضيحات. ان شاء الله الفائده تكون عامه بالنسبه للي يسمعوا فينا الكل. معك انت هكا نكون وصلنا نهايه برنامجنا بالنسبه لليوم. الموعد باش يتجدد مع الشريعه التونسي نهار اثنين في موعد جديد مع لبنى بدا وكافه الفريق. تحيه لليكيب الكل اللي كانت معنا الاسبوع هذايا. من السيسي في الاخراج، تقوى مديوني كانت معنا في الاخراج الرقمي، اميره بوسته كانت معكم في الاعداد والتنسيق. من الغرب يقول لكم بون فان سومان، وكملوا تابعونا مع بقيه برامجنا على راديو